تأمين أقصى حد ممكن من الدعم المالي لأكبر عدد ممكن من مرضى سرطان، هيدا الهدف الأول لفاونديشن فور كانسر ماي جلاد أو ماي جلاد فاونديشن. هيدا العنوان العريض اللي بنشوفه بكثير من الجمعيات، وراه بيكون في ألم كثير كبير، وراه بيكون في معاناة واختبار شخصي مزق قلب أهل، أم أو أخت أو أخ أو قريب، حب أنه هو كمان يستفيد من خبرته ويطلع يحول الأنجر والنكران والغضب والزعل اللي داخله إلى فعل خير ينفع فيه الباقيين. وهيدي حالة ريما دندشي اللي فقدت بنتها مي جلاد بسن 35 من سبع سنوات او ثمان سنوات تقريبا. مي ريما اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. نحن قلنا انه بدنا نحكي هالقصه مش لنأثر بالعالم ولا نعمل يعني سنساسيون، بس لنفرجي قديش الانسان بيقدر يستفيد من خبرات البشعه اللي بمر فيها. وانا مريت باختبار مماثل، من هيك بعرف لما بسال الاسئله قديش فيها تكون نعم. يعني بتخزق قلب الام مؤلمة. خاصه لي لغيرها. شو اللي صار تحديدا وامتى اكتشفتي انه مي بتعاني من سرطان؟ مي ساكنه بامريكا وكنت عندها بامريكا سنه 2000. بعد ما رجعت ب 15 يوم بتخبر اختها بتقول ما بدنا نقول لماما بس طلع معي كانسر، نشوف كيف بدنا نخبرها. اكتشفته بالصدفه. بس كان بحالي متقدمه لما اكتشفته، كان ستيج 4. اكتشفته مش بلمب، اكتشفته بلطشه حمراء على صدى، وكان اوريدي ستيج 4. وطبعا بدينا المكافحه مع المرض. هلا اللي صار فيه انه كان هالقد ادفانسد انه كنا عارفين انه ما حتكون مدتها طويله تعيش فيها، بس مع ذلك عاشت 5 سنين وكانت جدا شجاعه جدا. بعتقد هو الايمان او ما بعرف، لانه بتعرفي صرنا نستمد شجاعتنا من بعض، من بعض. انا منها وهي مني، لاي متيني امتن انا. على الحالتين انتي مرقتي بهالاكسبيرينس بتعرفيها شو صعبه. وخلال كنا عم نقول انه بنهايه يعني بنهايه فتره المرض بتصيري بتقولي شو لازم اقول، لازم يا رب اشفيهم ولا يا رب ريحهم؟ قلت لك دائما بيكون عنده الانسان ديليما بينه وبين حاله، بتحبيهم بدك اياهم، بتحبيهم ما بقى بدك اياهم يتعذبوا. ومن هالاكسبيرينس اللي اخذناها بمرض مي تركت امريكا واجت لهون، اللي كثير جلب نظري. بتعرفي بتكوني بعيده وقت ما بتكوني انت بالموضوع ما بتعرفي عنه. اللي جلب لي نظري الحقيقه كلفه الطبابه، مع انه هي عندها انشورنس كان، بس كنا لنسد هون لبين ما يدفع الانشورنس. صار دائما يجي بفكري انه طيب يا جماعه اللي ما معه شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ وهيك صار. ودائما مي كانت تقول لي ماما بدي اعمل شيء للناس. عم بقول لك كانت شجاعه لدرجه لا حطيت قشعر، لا حطيت بيروك، ما حطيت بندنا. انا هيك وانا مريضه، واللي ما بده يشوف ما يتطلع. اشتغلت شوي مع سين جود. بعد دائما كنت حس انه بدها تعمل شيء. بعد ما توفت دغري اجتمعنا انا واخواتها وافتكرنا شو ممكن نعمل شيء لا مي، والحقيقه لتقدير لشجاعتها والناس اللي بقايا تخففي عنهم. لقينا احسن شيء نعمل هالفاونديشن باسمها، الهدف تبعها نعمل فاندايزنج، نجمع مصاري، ندفع للي ما بيقدروا يتطببوا. كيف تعرفوا انه ما بيقدروا يتطببوا؟ مثلا هلا نحن نتعامل مع عدة مستشفيات، نتعامل مع المقاصد، جبل لبنان، الاي يو اتش. هلا الاي يو اتش طريق يعني مش من مستشفى لنا، مرضى موجوده بيتصلوا فينا. المريض بيبعث لنا مكتوب من الدكتور عن وضعه وهويته ووضعه المادي. هلا نحن بنساعد
عندك الضمان اللي ما بيدفعه. هلا sometimes تقولي مثلا 10% 7%، بس صدقيني 7% ها على كل 15 يوم سايكل كيمو شيء كارثة على حدا ما عنده الكلفة. وعلى الحالتين ما بيرحم. يعني أنا دايما كنت أقول الكانسر مش مرض بيصيب شخص، كانسر مرض بيصيب عيلة ماديا معنويا جسديا أصلا لتدعمي جسديا مرض هو. لتدعمي مريض أنت بتمرضي كمان يعني بتتفكك هالعيلة اللي ممكن قدمه، لأنه وقت واحد قدره نصيبه رب العالمين أنه هدول اللي بده يعيشون. اللي ممكن نعمله نحن أنه نساعد ماديا. قدي قدرتوا تساعدوا من 2000 وإمتى أسستوا الجمعية؟ تأسست الجمعية مي توفت ب 2005 جانيوري، ألفناها أسسناها بجون 2005 بذات السنة. هلا مثل ما قلت لك هلا sometimes بيجيكي ناس معدمة ما عندهم ضمان، منقرر شو المبلغ الممكن نساعدهم فيه. فشت لك خلقك الجمعية؟ حسيتي انك طلعتي هالانجر والغضب انك عملتي شيء منيح؟ شوفي اقول لك الحقيقة، ما بقدر اقول لك كان عندي غضب، كان عندي مثل شو فيني اعمل؟ يعني لا ما استسلمت، بس قدر ونصيب وبدي اقبله. الغضب ما كان عندي، بس كنت مبسوطة انه بالقليلة هالشخص ما بده يحمل هم هالفاتورة، لانه ناس بتبيع بيوتها، ناس بتبيع سياراتها، تقطع عن بقية العيلة لتقدر تكفي. بنفس الوقت كل مدة ومدة يمكن سايكل ما بعرف شو بدك تسمي، بصير عندي ألم تاني، ألم على إنسان عم يمرق، بصير برجع بحس نفس الإحساسات اللي كنت حس فيها. يعني كنت عند دكتور، شفت مريض بده ياخذ نتيجة لمرته، الطريقة اللي عم بيتوجه الدكتور فيها صدقيني وأكيد أنت بتعرفي، حسيت قلبي انشلع عنه، لأنه شيء فوق الطاقة يتحمل. يعني عم ترجعي تمري كل مرة بنفس التجربة، كل ما كل شفتي كيس جديد ترجعي تمري بنفس التجربة. كل مدة ومدة بمرق بحالة نفسية بحكي مع حالي إنه عم أنا مجنونة أرجع حط حالي بهيك شيء. ما بتقولي مرات بدي وقف خلاص، يعني بدي بعد، بدي أكون بعيدة عن السرطان وتفاصيله ووجعه؟ بكذب عليكي احيانا بفتكر ايه عم اقول لك، بفتكر انه تعبت من الايموشنز اللي بتطلع وبتنزل معي، بس at the same time بحس انه كانه قدرك تكوني يعني اليد اللي بتساعد. طالما انه عم بقدر ساعد، بتمنى اقدر ساعد اكثر، بس وقت الامكانيه هالقد الحمد لله كتر خير. كيف بتجمعي هالاموال لتساعدي؟ هلا عندنا فاندايزنج، هلا الابي سي لهم سنتين بيعملوا بيحتفلوا باكتوبر، مانث اوف اكتوبر، لماي جلات فاونديشن وجمعيه ثانيه اسمها فيرفاس، اللي هي نتعاون سوا. هن بلوتو شو دعم للمريض، مور سبورت، نحن مادي. هلا sometimes نتعاون هيك، بقى لهم سنتين عم بيعملوا month of October، قسم من المبيعات، قسم من المطاعم، which is not bad، عم نطلع منيح. كنا نعمل ثينك بينك كمان اللي ساعدنا، عشا خيري كمان، اسمه كريم جبادو صاحبنا، كمان امه توفت صبيه صغيره وهو شاب، منتعاون سوا منعمل فاندايزنج. في كتير عنا ناس صدقيني بدون ما نطلب، وقت بيصير الوقت بيبعثوا التشيك هني،
وبعتقد هول مثل ما بتعرف مثل ما بعد هالإكسبيرينس هن ناس مرقوا من بعيد أو من قريب بهيك موضوع بيعرفوا شو يعني معاناة وكلفة العالم لأنه الإنسان دائما سبحان الله بيفتكر إنه هالأشياء بتصير لغيره ما بيصدق تصير معه بيقول لك أنا هذا لأنه عنا أمل داخلنا بس هذا ضروري كمان لتكمل تعيشي إذا كل وقت بتحسي رح تمرض مزبوط بس وقت الواحد بعيش لدرجة إنه أنا بعيد 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 مش هيك عم قلك أكتر ناس بتساعد هي اللي مرقت يا من بعيد يا من قريب بهيك مشكل بهيك تعرف قديش الحاجة بتكون كبيرة حنتابع حديثنا بعد ما نسمع هالشهادات من سيدات كمان مروا بنفس التجربة بعضهم في منهم على قيد الحياة ومنهم طبعا طبعا بعضهم على قيد الحياة كلهم اللي حنسمع شهاداتهم هلا ما بعرف من مين بدك تسمعي اوكي هلا بعد ما نشوف ان شاء الله بيكونوا كلهم ونحكي ابدا ما في احراج العالم لازم تعرف شيء طبيعي وشي بيصير لمين مكان حلمي جوز ابني حلمي شوف اولاد ابني وبتصور انه هالشي بيدفعني اني انا بدي صح وبدي اعاون اللي قواني حب الحياة عم بصطدمها عالي هيك خلص تعودت قديش صعب هالاختبار قد هي انه واحد يحكي هن مبتسمات وعم يحكوا لعنون على التي في بعتقد ايمانهم اي او بتقول لك مثل ما قالت تعودت شو بدي اعمل لا بتصور الايمان كمان عم بقول لك بتعرفي بي بهالسيجمنت اللي هو بيناتنا كثير من الاشخاص بيجوا تعرضوا لحوادث كبيره بحياتهم او امراض الكل في نقطه مشتركه بيناتهم كلهم بيقولوا الايمان داخلي هو اللي ساعدني اني مر لانه في تجارب بتقولي اذا صارت معي انا بموت بذات اللحظه وتلاقي حالك قويه وكملتي وبتستغربي قديش بيصيروا في ناس بيقولوا لك بيصيروا قاسيين لا والله. بيصيروا طرايا بيصيروا يقبلوا الحياة حتى اللي بعيش بعنتو راجون بيصيروا يقبلوا الدنيا غير شكل انت كيف صرت ريما؟ شو غيرت فيكي هالاختبار؟ يمكن قوتني أكتر بطريقة انه صارت البرايوريتيز عندي بالحياة تختلف يعني أنا بالنسبة لي ما بقى في شيء بالدنيا مهم صحة أولادي ودايماً وقت بدعي لحدا بقول له الله لا يحملك شيء ما لك طاقته لأنه قلت لك وقت تمرقي بهيك تجارب بدي بتصيري أوعى بتصيري تلاقي أمور الحياة بايخة بتصيري سلسة أكتر حنونة أكتر وتلاقي إنه كبير بيروح ما في شيء بيدوم لا الصحة ولا المال ولا الفقر ولا ماشية يعني اللي كل واحد بده يقبلها كيف ما بده تجي اليوم اللي مهتمين بأنه يساعدوا مجلات فاونديشن كيف بيقدروا يعني يساعدوا هو المساعدة بتكون فقط مادية بما أنه أنتم بتقدموا المساعدة المادية مساعدة مادية منقدم طبعاً بيبعتوا لنا يا تحويل موجود هون على الإيبان وعلى الويب سايت تبعنا يا بيحولوا على البنك يا بيبعتوا لنا تشيك لعنا تصلوا فينا مهتمين طبعاً بيقدروا يتصلوا فينا تحت الهواء ياخذوا التفاصيل تصلوا فينا و يعني عندكم نشاط قريب بيقدروا يشاركوا فيه عندكم الحقيقة السنة الماضية بتعرفي كان الوضع مكركب شوي ما صار عنا إيفنت إلا تبع الـABC وبالصيف شفتي الوضع كيف كان هلأ لنشوف شو بدنا نعمل الله يروق البال لنقدر إيه أكيد عشاء خيري كمان لجمع التبرعات أكيد. كم ولا صرتوا مساعدين لليوم أو كم شخص مصاب بسرطان عنا لحد هلأ 160 هلأ فقدنا منهم وبيحز بهذيك المرة بعت إعانة لشخص لبين ما مضينا الورقة وبعتناها يعني بيحز بنفسك وقت تلاقي ناس ما قدرت تساعديهم وعنا مثل ما قلت لك عنا بالمقاصد بالAUH بجبل لبنان في رقم أشخاص معين بتحبي توصلي له أنه أنا سنوياً بدي ساعد هالرقم من خلال هالمؤسسة
هلا بتمنى للرقم اللي عم ساعده يطلع اكثر، لانه المرض زاد وسن الاصابه بالمرض نزلت نزلت والكلفه عليت، يعني طبعاً كل الجوانب الكلفه عليت. بعدين صعبه بشوفي كثير صار في مجال للمساعده ببون مارو ترانسبلان، خربان بيت بس طلعي هلا جايينا شاب عمره 17 سنه سوري مهجر، باي ذا واي بنساعد مين ما كان، كل الجنسيات كل الجنسيات، بس المرض مرض ما بيعترف بجنسيات اصلا. ولا هلا بس المشكل بالمساعده انه وقت بيكون المبلغ كبير يعني ما بيرضي العباد الا رب العباد، صعبه. ريما دندش انبسطنا تعرفنا عليك، يعطيكي الف عافيه، وانت مثال لهيك المراه المقاومه القويه اللي بتعطي كمان هيك غيرك كمان اليوم عم يتابعنا يمكن عم بمر بنفس التجربه، احد اقاربه مصاب بسرطان وبحاجه حدا يقويه ويدعمه ويعطيه هالسبورت اللي انت اعطيتينا اياه، وانت اكيد بتعطيهم كمان سبورت معنوي لكتار حتى لو كان هدفك الماتيريال سبورت. ان شاء الله يطلع بايدنا، اهلا فيكي. هناخذ بريك مشاهدينا ومنتابعه.